يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والجو فيها معتدل. في الإسكندرية 20-12 والجو أيضا معتدل. في مطروح 18-10 الجو مائل للبرودة. في بورسعيد 20-13 الجو معتدل. في الإسماعيلية 21-11 والجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 والجو فيها معتدل. في العريش 19-11 مائل للبرودة. في طابة 20-11 الجو معتدل. في شرم الشيخ 25-16 درجة والجو معتدل. وفي الغردقة 24-14 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة الجو فيها معتدل. في أسوان 27-12 الجو فيها معتدل. في الوادي الجديد 24-8 والجو فيها معتدل. في شلاتين 24-13 الجو معتدل. وأخيرا في حلايب 20-15 والجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.